يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مدينة سان بطرسبرغ لبحث بنود المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية. وكان الوفد قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة سان بطرسبرغ، حيث يترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة أيضا رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو. هذا والتقى الوفد بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أمس في كييف. ونتابع الآن مشاهدينا جزءا من الاجتماع الذي يعقد الآن في روسيا في إطار المبادرة الأفريقية المشتركة، والتي يحضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وننوه مشاهدينا أن هذا الوفد كان قادما من كييف، حيث التقى بالأمس رئيس أوكرانيا فولودمير زيلنسكي.